سمعنا صلاة لحضرة النبي. اشتركوا معنا في القناة، لايك شير فيديو علشان نتكلم في العالم كله. وطبعا اللي ما وصلت حاجة ان شاء الله اشوفها. شير لايك الحضور. اشكرك يا فتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله النهارده في الايام باذن الله. النهارده في الايام ان شاء الله رب العالمين. النهارده طبعا دلوقتي الساعة حوالي 12:43 دقيقة مساء. النهاردة الخميس الساعة 12:43 دقيقة مساء. يعني صبح الجمعة. بكرة صبح الجمعة إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. النهاردة يا جماعة هنقدم لكم طبعا حلويات العيد. النهاردة هنقدم لمشاهد في بلدنا. بفضل ربنا بفضل الله هنقدم لكم النهارده حلويات العيد. عقول تخش علف النهارده يا جماعه ان شاء الله. دكتوره بار خش معانا علف النهارده. لسه كميه واصله معانا حالا من الذكور الاسباني. ربنا يبارك لصاحب النصيب وصاحب المال. وسمعونا الصلاه لحد النبي. سمعونا الصلاه قبل اي حاجه يا جماعه، قبل اي حاجه اذكر الله. اذكر احنا بنغيب ونجيب يا ابو عمر. يا معلم سامي. عايز كل اللي يخش معايا الله في باب الذات يعمل لايك ويشترك في القناه ويصلي على النبي قبل اي شيء في الدنيا دي كلها. واول تليفون هنبيع له يا ريس، احنا تليفوناتنا يا ابو عمر اقسم بالله الناس كلها عارفه كلها سعرنا بما يرضي الله. فالعرض اللي بعرضه يا ريس ما بيقعدش معايا نص ساعه، انا بفضل الله مبيع عرض جميل تاخد سمنتان. وبفضل الله كله يا ريس خلص، كان عندك اتعرض زي 50 او 60 وعندي 40 ما اتعرضوش، كل ده ماشي يا ريس. وكان عندي من حوالي 100 طاقه خليط جبتهم يا ابو عمر برضه من الدوله من اللي واحد زي حد 30. ربنا يستر عليك يا معلم السلام. من تحت والدوله كلها عارفه كده. صلى سيدنا النبي. بس انا طالب في العقول ده شويه صغيرين بس يا ابو عمر، العجل ب 100,000 بس. الحلاوه دي يا ريس ب 100,000، صلى على النبي. تمام معلش يا جماعه، الناس بتتكلم على الواتس وما ردتش. والله يا باشا انا يعني كل يوم حوالي فوق ال 100 رساله. وطبعا ربنا يعني يعيننا ويعين معلش يعني يا جماعه. دلوقتي لو هفتح التليفون قدامكم عندي اكتر من 300 رساله على الواتس. التليفون يا ابو عمر دلوقتي انا عامل اصور، يبقى معايا واحد ترند، يبقى معايا واحد منتظر. هو فعلا يعني المشاهدين على سوق بلدنا كله برن يا ريس، مش شغالين طول النهار ما بنسوق. هات يا باشا كاسه عليا. يلا سوق سوق كده. البند يا جماعه شغلت الاكل. العجل تحولي كل يوم 2 كيلو. عجل كل يوم تحولي 2 كيلو. شير الفيديو. عايزين الفيديو يلف العالم كله. وطبعا اللي له نصيب في حاجه هيشوفها ان شاء الله. وحدوه. عم حسام قبل اي حاجه؟ قبل اي حاجه ارحب بضيوفنا. صلي على الحبيب النبي قبل اي شيء، معايا مال طيب يا عمر. بسعر برضه؟ اذكر الله وكل اللي يخش معانا فيديو يذكر الله. طب تمام. الحبيب النبي. ان شاء الله باسعارها؟ واي حد يا ابو عمر رن عليا برضه ما عرفتش ارد عليه على دماغي من فوق. تمام. على دماغي من فوق يا ريس. هات يا باشا غلبان. يلا معلم. تعالى وشي وشي خير يا ريس. تعالى يا باشا كده. شير 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 لايك وحدوه فتوات دبابات. صلى على سيدنا النبي يا جماعه عشان ده مال وربنا يستر علينا وعليكم. النهارده مال محدش لسه نزله بفضل الله، محدش لسه نزله خالص. تمام. معايا ابو عمر نار 16 عجل مفروزين من وسط 220 عجل يا ريس. معانا 16 عجل مفروزين من وسط 220 عجل. 220 عجل يا ريس. فتحة اللهم صل على سيدنا النبي. يعني 220 ممكن بفضل الله اجيبهم كلهم واحولهم هنا يا ريس، بس الحاجة اللي هتعجبني انا الاول قبل الزبون بجيبها يا باشا. تمام. السعر بقى من غير سعر يا ريس. طلع حبيبي الفيديو النهارده بسعره؟ عمر انا نازل النهارده بهايم محدش في دوله. الفيديو هيبقى بسعره؟ بسعره يا باشا. بسعره ان شاء الله؟ بسعر واسعاركم بلا فتوات. اقول الكاميرا مش هتجيب عندك من غير ما ابص على الكاميرا. ربنا يسترها يا معلم حسام. يا جماعه احنا انا عايز الناس لو سمحت صلوا على سيدنا النبي. قبل اي حاجه يا معلم حسام، قبل اي حاجه وقبل ما نخش على البايم سمعونا الصلاه لحبيب النبي يا جماعه. يا ريت يا ريت يا ريت اي حد يخش من على اللايف يصلي على سيدنا النبي عشان ده مال. ده مال. والمال ده لا ده واخد كفه تحسينها يا باشا. المال ده واخد كفه تحسينها يا ريس. المال دي متحسنه كل التحسين بفضل ربنا. وحدوه. دول جمال. قبل اي حاجه وقبل اسعار وقبل اي حاجه
احنا ان شاء الله نخش بس المعلم حماده، هنرحب المعلم حماده والحاج جلال بضيوفه. خليكم معانا على اللايف. معلم حماده السلام عليكم يا رجاله. مساء الفل يا جماعه. حبيبي يا دكتور معلم حماده مساء الفل يا ريس. مع كل مشاهدينا وكل مشاهدينا وكل مشاهدينا بنقول للدنيا في حالة، كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاد الله علينا وعليكم بالخير يوم وبركاته. ربنا يبارك لك يا عم حماد. الناس كلها على بصمة شوية يا باشا، واللي بيشرفنا على دماغنا مطربة. حبيبي يا معلم كل سنة طبعا محمد. يا باشا هنا المنوفية ووسنا طريق العالم المشكلة مزرعة الحاج حسن أبو الحاج. توكل على رئيس. رقم تليفون للتواصل مع اي حد 010 980 4 998 معلم حماد ابو الحاج. معايا اخواتي مش زباين، اخواتي الناس المحترمه، دكتور مسعد، دكتور وليد، حبيبي يا دكتور، حبيبي يا دكتور، كل دكاتره كده. واحلى شغل والله بنخدم الحاج حماد. ضخم المعلم حماد كام عجله يا باشا؟ احنا دلوقتي الاسبوع ده خدنا 105 كيلو الحمد لله. طب ايه رايك يا عم معلم حماد في مصدك ايه وامان؟ عمل معانا واجب وواجب بزياده. يعني في امان ولا شغل حل حوش؟ ناخد 105 ومفيش امان. انا واخد انت منين يا دكتور بالظبط؟ لا يا عم الراجل ده انا انت منين حتى يا دكتور؟ انا من المحله. قلت له يا باشا؟ من المحله. من المحله؟ حبيبي يا دكتور ربنا. طب ممكن رقم تليفونك لو اي حد عايز يسالك على المعلم حماده ولا؟ خلاص ماشي ماشي مفيش مشكلة مفيش مشكلة مفيش مشكلة عادي حبيبي يا دكتور. الله يخليك. ايه يا دكتور هتقول اي حاجة؟ الله يعزك ويكرمك كل سنة وانت طيبين. انت ما مبسوط مع المعلم حماد هنا ولا مزعلك في حاجة؟ الحاج حماد ده حبيبي يا حبيبي يا عم المبسوط على دماغنا يا دكتور. تقول اي حاجة يا دكتور؟ حد نفسه في اي حاجة يقول على اللايف؟ مش عايزك مش عايز حد يجامل، حد نفسه في اي حاجة يقول على اللايف؟ لا لا بأمانة. ما تجاملش كل اللي يرضى اللي انت شفته عادي. والله يا باشا انا جاي لك من القاهرة بس مخصوص رجالة عشان اقعد اشوفك بس واقعد معاك. الله يبارك لك. على دماغنا يا ريس تحت امرك يابا، ده مكانكم واحنا احنا ضيوفكم يا ريس ما يهمكش. على دماغك يا دكتور. نكمل بقى يا جماعه اللايف عشان ما نطولش على المشاهد. يلا لايكات شير، عايزين نشر الفيديو ده، عايزين الفيديو يلف العالم كله. وطبعا اللي ناقصك في حاجه اشوفها ذكوره من الخلايط زي ما انتم عايزين ان شاء الله. اي كميه بفضل ربنا. ما قبل ما نبتدي في اي حاجه صلى على الحبيب المصطفى. صلى الله عليه وسلم. ودعمنا برايك عشان تعملها كل يوم بصلاه احسن من اللي قبليها. صلى على الحبيب صلى. انا كل يوم بعملها يا ابو عمر بقول لك عندي كنابل مفاجئات. وش يا كوم حصل يا ريس؟ حصل يا معلم. انت لما بترن عليا بقول لك ايه عندي ايه؟ كنابل وجاي لك ما تقدرش تتاخر عن وجاي لك الساعه 1 بالليل نصور معاك. يا ريس معلش بقى في صلاه. على بص يا عمر والله ما انا دلوقتي زعرت مش عارفين ننام او حد عامه يعني. اوكي الله بكلم معلم حسين بقى الاسعار. انا سلاسل يا عمر يعني المفروض انا ما اصورلكش. تمام بس انت بص على ده عندك كده حاجه يا ابو عمر. الله اكبر دام كلها يا جماعه في الاكل والشرب هي النبي وحياه النبي كمان. فضل ربنا شغل العجل يا معلم حسين بيحول طبعا بقى البيور. بص يا ابو عمر الكوره يا جماعه رياضه استراز زي ما انتم شايفين اهو. متكيف منه سمنتال بيور. اسمك بقى يا ابو عمر كده اللي متكيف منه واناه هم ما يستغنى عنه. العجل ده لو ب 30,000 يدخله. تمام. ب 25,000 يدخله. تمام. ليه يا ريس؟ لان هو عارف التحويلات بتاعته وعارف البند نظامها ازاي. تمام. انا عن نفسي الله اكبر. تمام. ربنا يحمي المال لصاحب النصيب. طب صبانا صبانا صلي على الحبيب النبي يا جماعه. العجل يا ابو عمر بص مش محضر انا بقول لك المفروض ما صورش. حياة الأيام الكريمة يا جماعة أي حد معانا على اللايف طبعا ادعوا لجميع أموات إخواننا المسلمين أجمعين. احنا في أيام مفترة يا أبو عمر. وبرضو الرجاء الدعاء إلى الحاج حسن أبو الحاج بالرحمة. الرجاء الدعاء إلى الحاج حسن أبو الحاج يا جماعة يا رب أي مشاهد معانا. الرجاء الدعاء للحاج حسن أبو الحاج بالرحمة واللي بيحب الحاج حسن أبو الحاج يقرأ له فتح السر برضو. يعني هو أول عيد مع أول عيد يعني الحاج حسن أهو ما بقاش معانا فيه الله يرحمه ويسامحه. يعني الحمد لله على كل شيء الحمد لله. ربنا يرحمنا جميعا برحمته، ربنا يرحمنا برحمته جميعا، ربنا يرحمنا برحمته جميعا. ربنا يرحمنا برحمته جميعا، يا ريت أي حد معانا على اللايف كده قبل ما نقول الأسعار وقبل أي حاجة يا ريت دعاء بالرحمة إلى الحاج حسن أبو الحاج، يا ريت كل الناس اللي معانا على اللايف. بعد إذنكم يا جماعة بعد إذنكم أنا بطلب من المشاهدين بتوعنا الناس اللي بتدعمنا الناس اللي متعلقين عليك حلو فصل على سيدنا النبي يدعو لوالدي الحاج حسن ابو الحاج بالرحمه والمغفره في الايام الكريمه اللي احنا فيها. اللهم امين يا رب. انا مش عايز ببيع ولا عايز شراء ولا عايز اي حاجه في الدنيا يا ابو عمر. الناس كل مره يخشوا علي يخشوا بالفيديو كده من غير ما اطلب منهم حاجه يدعوا له بالرحمه والمغفره بس. والله ما انا عايز ببيع. ربنا يرحمنا ويرحمنا طبعا الاسلام. واي حد عايز اي حاجه انا قتل يا ريس. الليل قبل النهار يلن عليا في اي حاجه تحت امر يا حسن.
حبيبي يا بس ما ينسوش اللي احنا بنقول لهم عليه ده، والناس كلها شباشيبهم على راسنا. ربنا يبارك لك يا معلم حسام. توقع على حسام اللي خش في الاسعار وكل الاوزان. رجع على حسام ده وزنه كام كده؟ ده وزنه كام؟ على السكور. 220 كيلو يا بابا. العجل ده 220 كيلو. 200 وخلي بالك يا ريس البال ديت دلوقتي اللهم صل على النبي بقى لهم 6 ساعات. العجل اللي زي ده؟ 6 ساعات لا كيلو ولا 20 ده 220 كيلو يا جماعه اهو. العجل ده بوزنه يا جماعه. العجل ده بيبقى عجل عريض يا ابو عمر تمام اعمار وعجل عجل بيشيل في الموازين طبعا زي ما زي المشاهد عارف. بص يا راجل مفيش حد عمره هيطلع لك دكر سمنتال في يوم الا كطلوقه تمام واخد بالك هيطلع لك الكيلو في ده اهو ب 120 جنيه لما تيجي تحسبه 220 و210 200 كيلو معايا ماشي في 120 بيعدي الارقام يا ابو عمر تاخد بالك تمام هياخده وهيجيب 150 هياخده لان هو عايز سلاله عنده تمام هو عايز سلاله تمام دايما الله اكبر عليها مش عايز الا الصلاه على سيدنا رسول الله ادي جاهز يا جماعه اهو طب العجل ده معلم حسام يقعدوا في الدوره كام شهر كده بالظبط؟ لا يا ابو عمر اللهم صل على النبي العجل مؤسس كده دلوقتي كام دلوقتي عايز له بص يعني اقصى حاجه 4 شهور تمام اقصى حاجه 4 شهور 120 يوم هو يعتبر احنا مش هنقول لك 2.5 زي ما انت بس احنا برضه بنقول متوسط كل حاجه عندنا من تحت خليه 2 كيلو يحولها في اليوم تمام بيحول كل يوم 2 كيلو واقول لك على حاجه حسب الاكل بتاعك انت ممكن دينا عندك يحول 2.5 ويوصل معاك ل 3 كيلو احنا مش عايزين نتكلم الكلام ده لان انا مغرب تمام ماشي يا ابو عمر مش عايز برضه اقول الكلام ده لان في ناس ما بتاكلش وتطلع تعلق تعليق برضه ايه مش اللي بالك فيها فانا برضه مش عايز اتكلم في النقطه دي تمام اللي بياكل يا ريس فاهم اللي انا بقوله تمام اللي بياكل صح وبيراعي ماله صح بيلاقيه معلش بالكلمه انا مش هاكل دريس وتب وقول بقى ما بتحوش معايا ليه مظبوط لازم اروق على البهايم بص عندك مش الكلمه لما اجيب عجل زي ده ابو عمر يا ريس بيور بتاكل على حسام بقى انا شوف الاجل عامل خلطه يا ريس تعالى كده يا ابو عمر بقى انت تنفع مشاريع طليقه اهو تمام يعني مش بني ولا قويه هقول لك على حاجه هم عايزين الصلاه على النبي بس هم عايزين الصلاه على النبي بس صلى الله عليه وسلم ياخدهم يقعد وراه ويقعد يصلي على رسول الله في قلبه لان هو مال حلو وما يرضي الله بال مش عايزين الا صلاه على رسول الله توكل على حسام بكام بقى الاسعار هنا كده يا باشا خش في السلام على حسام يلا مش عايزين نطلع الناس عشان برضه مش عارف برضه معايا بتاعي اه بص يا باشا ده يعمل لهم 220 كيلو تمام بابا يا باشا انا معايا كذا واحد فيهم انا 220 هبيع ال 16 عجل حبل واحد اللي عايز عجل يا ابو عمر في سعر عندي يزيد 1000 في سعري الا 1000 لو هتلف في مصر كلها كده هتلاقي المواصفات على كده بص يا ابو عمر صلي بينا على النبي لو هتلف في مصر كلها ما هتطلع عجل بالمواصفات اللي انا بجيبه لك انا منقي يا ابو عمر 16 عجل من وسط 220 بقر يا ريس يعني انت لو هتلف في جمهوريه مصر العربيه كلها عشان تجيب عجل بالمواصفات ديت انا اللي بقول لك مش هتلاقي تمام طب وضح معنى الحساب بقى دي يا ريس البند دي معاك البند دي شغلتها الاكل والشرب يا جماعه زي ما انتم شايفين تعالى كده اتعلم وانا فاهم المعلم حسام برضه يوضح للمشاهد تعالى كده يا ريس هنوضح للمشاهد في الفيديو عشان برضه الناس بترن تقول لك المواصفات ايه عايزك توحد الله يا اخي ده انت مسلم وبتقول لا اله الا الله محمد رسول الله تدعي لنا بريد علشان يدعمك كل يوم بسلالات تمام احنا يا ابو عمر ناس بترن عليك بتقول لي يا باشا الاسعار ديت حقيقيه ولا انت بتهزر بقول لي يا ريس العرض اللي عجبك بعدها بنص ساعه رن عليا وانا هحجزه لك تمام واحد استر يا رب نور جمالك يا سيدي عساكر ماشيين يا جماعه عساكر يا ابو عمر عشان نخش عساكر العجل من ده العجل من ده عند اللي قدره من 27 ل 30000 بس انا ما عنديش الكلام ده طبعا البيور ما حدش عمره بيرفع السعر يا ريس تمام صلي بينا على النبي البان ده طبعا مش هقول لك ب 27 ولا 26 ولا 25 ولا الكلام ده كله زي ما انتوا بتسمعوا بالايه بالمزاج تمام العجل دي يا ريس العجل بتاعه معامل في قلب بعض ب 19 750 بعد الصلاه على رسول الله انا قلت لك هحطم لك الاسعار 19 750 تمام واللي عنده قلب يصلي على سيدنا النبي واللي هيجي يحملهم هيدفع لهم 1000 للرجاله بتوع المزرعه طب ماشي يا معلم طب دلوقتي يا معلم حسام افرض مثلا يعني فيهم يا ريس برضه عشان نلخص الدور كده اهو فيهم هنا اربعه فيهم اثنين ورشتاينه بس اسمر واثنين براون فورستاير تمام
والباقي كلهم سمنتال بيقولوا. طيب يا باشا لو دلوقتي اللي عايز صور شويه يا معلم حسام تصوره زي الكبير. صلي بينا على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. في عجل يزيد 1000 في عجل الا 1000 بس 16 دول يا ابو عمر حبل واحد. يعني في عجل معانا يزيد 1000؟ في عجل يزيد 1000 في عجل الا 1000. ركز معايا في الكلام. في عجل يزيد 1000 يا ريس. وفي عجل يزيد 1000 ونص فيه وفي عجل زي ده هو ما حدش هيطلع لك الا ب 25000 بفضل الله. يعني مثلا 25 يا ابو عمر. يعني عجل زي ده معانا حسام يوجا لوحده بكام كده مثلا اللي هو ال 220 كيلو ده؟ يا ريس انا لو ابيعه لك بسعر اي حد يبيع اي حد. الاعمار كام اعمارهم كام يا معلم حسام دول؟ 11 شهر يا ريس. 11 شهر وفيهم 12 شهر بس انا بقول لك المتوسط كله في بعضه لان فيهم 10 شهور. تمام. 11 شهر. تمام وفيهم بقى معديه. ايه ده يا جماعه العجل ده موازنين معانا موازين تبدا من 180 ل 220 الساعه دلوقتي واحده بالليل 30 واحده بالليل ما تاخرتش عنك تعالى يا باشا هات الثلاث دول. تمام يا ريس محدش يرن على معانا موازنه يا جماعه يبدا من هنا من 180 ل 220 طبعا ال 180 ممكن نلبس 1000 و1000 ونص ال 220 الكبير فيهم بيزيد 1000 و1000 ونص. يا عمر الباقيين كلها ابو ميرد انا عايزك تجيب الكاميرا عليهم ابو ميرد الله هات طلع العجل فيهم رفيع من هنا طلع العجل فيهم مالوش ظهر الكره الزباله يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو كبيره لا مؤاخذه. تمام انا عايزك توحد الله وتصلي على النبي ده اللي انا طالبه منك. معانا قلشتان احمر يا اخي مش عارف اقول لك الناس مش عارفه مش عايزين يدعمونا ليه بس يا بابا وانا ادي الاسبان معانا اهو. يعني يا جماعه بمعنى اصح معانا عجل البان دي بتبدا معانا البان دي بتبدا معانا اسعار من كام يا معلم حسام؟ اقل عجل بيبدا معانا اسعار من كام؟ من 18 250 لا من 18 750 ل 2750 من 18 750 في اقل من 18 750 ونص وفي يعني في مثلا عجول برضه فيهم 18 ونص اه تمام اعلى من 18 بص يا عمر صلي بينا على النبي. ادي يا جماعه الكوره زي ما انتم شايفين حضرتك اهوت عمر الشباب اللي كل واحد اللي هم قاعدين على القهوه بيقول لك مش لاقيين شغلانات والكلام ده يا ريس هات لك 10 من دول هات لك 10 من دول بفلوسك الاول طب هات لهم وشوف البند ديت اربع شهور هيطلع تحوله معانا ازاي يا ابو عمر. اخوك حسام والحاج بيقول لك ابدا مشروعك من هنا يا ريس من النهارده. ده دي شغلتنا الاكل يا جماعه شغلتنا الاكل جوه الميه بس. برضه يا جماعه 16 ده كان عمرك المتوسط السعر معانا 19750 طبعا يعني في عج معانا بيزيد 1000 وعج بيزيد 1000 ونص ويعج بيزيد 1650 يعني عج بيزيد 1650 و1800 في عج بينقص 1800 عجل بيزيد 1000 ونص عجل بيزيد بيرفع 1000 عجل بينزل 1000 صح كده يا مدير؟ خش يا باشا ورا البام كده وصلى على النبي ربنا يستر يا رب خش ورا البام وصلى على النبي استر علينا يا رب العالمين استر علينا يا رب. وبرده يا جماعه معانا بكره ثانيه برده اسعار تقل معانا برده كميه ثانيه من الذكور اسعار تقل اسعار زي ما انتم شايفين قدام حضرتك اهو يعني معانا اسعار تقل ده عجل يا جماعه خليط سمنتال اهو وليست بيور معانا عمار زي كده عجل يعمل زي كده يا جماعه من 14200 معانا برده كوره تانيين من 13800 معانا ذكر ذكوره تانيين برده من 14 عمار اللي هي السبع شهور يا جماعه معانا ذكوره زي كده من 13 ده من الزبعه ده يا جماعه قدام حضراتكم من 13200 معانا من 13200 معانا بقى اسعار من هنا برده من عشرات من 11ات قدر ربنا اللي انتوا عايزينه موجود باذن الله. تعالى يا عمر الناس مجمعه عندك على اللايف يا ريس ولا لا؟ كله مجمع باشا مع اللايف. يتم مساء. بص يا عمر تعالى لك يا عم. صلي بينا على النبي يا ريس. اللهم صل وسلم على النبي. عايز ال 200 مشاهد اللي معايا الناس اللي متابعانا ومتابعين علينا الناس دي كلها على راسي من فوق. حبيبي يا معلم. بص يا عمر اعمل لنا 200 لايك. ماشي يا معلم. وادي يا برضه معانا نفايات من السماء تانك قال هو مشتري الاحمر السنه معايا هنا من 12 ونص لغايه 13200 ونشتاين احمر بيور عجاد بيور وليس خليط يعني 13200 معانا المنبليار هنا لا تفاحه العرض كله ده عجله سمنتال بنت منبليار اهي برضه هي الوحيده الموجوده هنا يا جماعه طبعا هنا السعر ان شاء الله دي سعرها كام على نفسنا لوحدها كده بكام؟ يا جماعه احنا بنتكلم في عجله بيور مش خليط يا رب الناس تركز من بليار حر تمام على ابو لا انا عايز اديني فتحه ورا كده في ناس بتفهم عمر في السلالات معلش
حاجه فتحت العجله من بره. معلش. ايوه بقى يا مستر عمر، معلش في الكلمه متبهدلين. عجله وقفت عندك اسبوع واتكرمت تسوى 20,000 وبتنباع في اي مكان بفضل الله ب 16,000. تمام كم ده يا معلم؟ انا مش هقول لك لا ب 16 ولا ب 20 ولا الكلام التخريف ده كله. بكام يا معلم سام؟ اللي بيع اللي هو ما يرضي الله كويس برضه. بكام؟ عامله كام يا معلم؟ اللي عنده قلب صلى على النبي 12700. عجله عجله اللي عنده زي دي امريكي عليها برضه انا تحت امره. لاول مره 12750 بيور وليس خليط يا جماعه. يعني البيور هنقول لك بيور الخليط العالي، خليط عالي معروفه، وطبعا الخليط معروف، البيور معروف، كل حاجه يا جماعه برضه معروفه. لوحدها كده العجله تظهر. دي عجله بيور يا جماعه. ربنا يا رب يبارك في صاحب النصيب. وعمرها برضه ابو عمر 4 شهور يا باشا. تمام. عشان برضه معايا برضه الذكور البر يا معلم في السم الاسعار من كامله كام؟ على ملك عمر بينزل كل كام سنه. العيال برضه خد الذكور يا جماعه اهو. يعني ذكر من 7800 اللي هي العمر الشهرين. من 8.5 من 9000 برضه موجود عندنا ذكور ونوت ان شاء الله. سام بص اللايف كله متر كله مجمع بس الارقام ان شاء الله يا جماعه المحافظه هنا المنوفيه انشر جوزنا قريه عرب ابو ذكري الحاج حسن ابو الحاج مبدئيا ارقام التليفونات 010 9 82 4 9 9 8 الرقم الثاني 010 2 2 5 3 7 8 4 6 010 9 182 4 9 9 8 0 10 صلي على حبيبك النبي بهايم في ربع حالتها. انا قلت لك يا عمر بهايم واصله عندي بس بهايم بقى لها 6 ساعات يا ريس لا جالت ولا شيء. تمام. صلي على المصطفى. 010 22 الو 5 3 7 8 4 6 اللي عايز توصل معانا 010 980 4 9 9 8 المعلم حماده حسن ابو الحاج للتواصل معانا كل يوم ان شاء الله في جديد باذن الله. وشكرا ليكم على حسن معكم معانا وفي امان الله. هتقول لي حاجه للمشاهدين يا معلم حسام؟ هم والامه الاسلاميه كلها بخير يا معلم. حبيبي يا معلم حسام ربنا يبارك. الناس يا عمر احنا بنحييهم احنا بنحييهم تحيه طيبه كل يخش على اللايف ده صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدا الحاج حسن بتعوض مغفره وضحك. اللهم امين يا رب. اللي طلبوا مني. بسم الله ما شاء الله تبارك الله معانا مزرعه كامله متكامله. احجز اللي انت عايزه قبل العيد باذن الله عشان يعني الاسعار الله يجمعهم كلهم في الطلع ربنا يسترها على امك لا اله الا الله. واللي عنده قلب يصلي على سيدنا النبي ووحد ربنا في التعليق. المحافظه المنوفيه ووسنا قريه عرب ابو ذكري الحاج حسن ابو الحاج. شكرا اليكم على حسن سماعكم معنا وفي امان الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.